أهلا وسهلا بكم طلابي الأعزاء، طلاب اكتساب اللغة. في هذا الفيديو عزيزي الطالب سوف نتطرق إلى موضوعات الأسبوع الثالث لمادة اللغة العربية ومنهاج من الألف إلى الياء. فأهلا وسهلا بكم أحبائي وطلابي طلاب اكتساب اللغة. لابد لنا أن نذكر بالمفهوم الرئيسي والمفهوم ذو الصلة وبالسياق العالمي. المفهوم الرئيسي يا عزيزي الطالب هو الإبداع، المفهوم ذو الصلة الأبنية الجمهور، السياق العالمي الاتجاه من حيث الزمان والمكان، المشاهد والموارد الطبيعية والبشرية. جملة البحث: يسهم الإبداع بأبنيته المنوعة بتصوير المشاهد والموارد الطبيعية والبشرية للجماهير. سنقوم عزيزي الطالب في بداية الأسبوع بقراءة نص بعنوان بلادي الجميلة، ثم ننتقل بعد ذلك إلى القراءة التفسيرية والإجابة عن الأسئلة التابعة لهذا النص. سأقوم بقراءة هذا النص عزيزي الطالب لتستمع إليه. بلادي الجميلة. رضوان شيخ لبناني قضى حياته في تدريس تاريخ بلاده إلى الناشئة، غير أن الحظ لم يحالفه بتعليم أحفاده تاريخ وطنهم. ولرضوان 3 شبان هاجروا إلى كندا وتزوجوا هناك ورزقوا أولادا لا يعرفون لبنان. هذا ما كان يحزنه دائما. بعد تفكير طويل قرر رضوان أن يفاجئ أولاده وأحفاده بهدية لا تخطر ببال أحد أثناء زيارته القادمة لهم. وصل رضوان عند ابنه البكر سالم، حيث اجتمع الأخوان نبيل وربيع وأولادهما ليستقبلوه بعد تبادل القبلات والتحيات. أخرج رضوان من حقيبته قرصا مدمجا عن لبنان، وراح يقول بصوت حنون: هديتي هذه المرة مميزة، لقد حضرتها بنفسي وسكبت فيها خبرة عمري حملتها خالص حبي، لعل هذا الحب ينتقل إلى أحفادي الأعزاء. أدخل رضوان قرصه المدمج إلى الكمبيوتر وراح يعرضه على أحفاده. أروع ما التقطه من صور عن لبنان ويعلق عليها قائلا: لبنان همزة وصل بين الشرق والغرب، لذلك احتلته شعوب مختلفة ما تزال آثارها تشهد عليها في المدن التي بنتها. ولبنان بلد صغير، غير أنه يمتاز بتنوع في طبيعته وبمناخه المعتدل، فجباله المكسوة بالثلوج تغسل أقدامها في البحر، وتجري في وديانه أنهار تكثر فيها المياه شتاء وتسقي البساتين صيفا، وسهوله توفر له جميع أنواع الفاكهة والخضر والحبوب. ويشتهر لبنان منذ القدم بأرزه، وبعض الأرزات يبلغ من العمر 6000 سنة، ولذلك اختار اللبنانيون الأرزة رمزا لوطنهم، رسموها على علمهم ليرمزوا بها إلى خلود لبنان وصموده عبر التاريخ. وفي لبنان يمكن للسائح أن يسبح في بحره ويتزلج على جباله في اليوم الواحد، فهل هذا ممكن في كندا؟ ما بالكم لا تجيبون؟ نظر رضوان إلى أحفاده فرأى الدهشة على وجوههم ونظرة واعدة تبشر بوصول رسالته إلى أعماق قلوبهم. بعد ذلك عزيزي الطالب سوف ننتقل إلى القراءة التفسيرية والإجابة عن الأسئلة التي أمامك والتابعة لنص بلادي الجميلة، وتدوين هذه الإجابات على دفاتر الطلبة. ثم ننتقل بعد ذلك عزيزي الطالب إلى القاعدة بعنوان المذكر والمؤنث. في هذا الدرس سوف تقوم بالتمييز بين المذكر والمؤنث ومعرفة المقصود عن بالمذكر والمؤنث. المذكر عزيزي الطالب هو ما دل على شيء مذكر من إنسان أو حيوان،
والمؤنث هو ما دل على شيء مؤنث. نستخدم هذا وهذه للدلالة وللتمييز بينهما. هذا نستخدمها للمذكر وهذه للمؤنث. إذن ويمكن أيضا عزيزي الطالب تحويل اسم الإنسان والحيوان من المذكر إلى المؤنث وبالعكس، أما اسم الشيء فلا يمكن تحويله من المذكر إلى المؤنث وبالعكس، كأن نقول هدية. ثم عزيزي الطالب سوف نجيب عن الأسئلة التابعة للقاعدة النحوية مع إجابة على ورقة عمل خارجية لترسيخ القاعدة أكثر عند الطلبة. إلى هنا عزيزي الطالب أكون قد انتهيت من موضوعات الأسبوع الثالث. شاكرة لكم حسن استماعكم وإلى اللقاء أحبائي الطلبة.